إلى هنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين. جوز تعرف تصلب يدك على وجهك؟ يلا صلب أسيوب سلام والإبن والروح القدس الإله الواحد صلبت. وين أنت بتروح على المدرسة؟ ها؟ أي ما ولا نعم؟ نعم. أي مدرسة؟ بستان. بستان وين؟ أني بلد؟ رام الله. رام الله. أنت ساكنين في رام الله ولا في عين عريق؟ لا بتصور. في رام الله ولا في عين عريق ساكنين؟ في رام الله ولا في عين عريق؟ في رام الله. طيب منيح. سيداتي سادتي، جورج أحد الأطفال الذين يترددون على الكنيسة. أردت عفوا أن أكلمكم عن مكانة الأطفال في الكنيسة. قال مزبوط؟ قال السيد المسيح دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن مثل هؤلاء ملكوت السماوات. إياكم أن تحتقروا أحد هؤلاء الصغار لأن ملائكتهم كل حين يشاهدون وجه أبي الذي في السماوات. أبي الذي في السماوات يعني الطبيعة الإلهية، مش إنه عندنا أب وابنه الله وابن إله بالجسد، لأن الله نحن نوافق مع القول ال في ضوء هي يقول إنه لا في خلص اسمعني هلا إنه الله لا يلد جسديا ولا يولد جسديا. إذا ابن الله يعني كلمة الله. بمناسبة وجود الطفل جورج معنا أريد أيضا أن أوضح أن الكنيسة طبعا الكاثوليكية وشقيقتها الأرثوذكسية ضد كل يعني ترفض نعم ترفض كل انحراف، ترفض زواج الشواذ الشاذين أو المثليين اللي بسموهم المثليين، هذا ترفضه. في العهد القديم كانوا يعاقبون بالإعدام. نحن لا نعدم أحدا ولكننا نرفض هذه الزيجات. مهم جدا وجود الأطفال في الكنيسة، أنه يفتح عينيهم على الكنيسة، يفتح عينيهم ويجدوا أنفسهم في الكنيسة، والبيت هو الكنيسة الأولى والمدرسة الأولى. ايضا عندنا بنسمع عن عفوا عن مشاكل تحرش بالاطفال، واكثر ما نسمعه يخص الاكليروس وخصوصا الاكليروس العازب. طبعا لا اريد ان ادخل في التفاصيل، ولكن الحمد لله في بلادنا في الشرق الاوسط لا نجد هذه الآفة الا نادرا. جيد أيضا أن نعلم أن الكنيسة الكاثوليكية اتخذت وما تزال إجراءات شديدة صارمة جدا في هذا الموضوع. قبل أسبوع من اليوم تقريبا، يعني اليوم هو العاشر من أو الحادي عشر من شباط 2012، الكنيسة قامت بمؤتمر كبير يجمع ما لا يقل عن 200 شخصية، فيهم ما لا يقل عن 50-60 أسقف في الجامعة الغريغورية في روما للتداول في هذه المشكلة. بيّنت الأبحاث أن الذين يقومون بهذا التحرش هم مرضى نفسيون، ما يدعى بالبيدوفيليا، وهؤلاء سحقوا في طفولتهم على ما يبدو. طبعا هذه ليست ذريعة للتحرش بأطفال البشر الذين هم ملائكة. وقال السيد المسيح إياكم أن تعثروا أحد هؤلاء الصغار، الأفضل للمرء للذي يفعل ذلك أن تعلق في عنقه حجر الحمار أو حجر الرحى ويزج في قاع البحر. إذن مع أنه هذا مرض نفسي، ولكن قداسة البابا بنديكتوس 16 مصمم على اقتلاع هذه الظاهرة، وبما أنها موجودة أيضا خارج إكليروس الكنيسة الكاثوليكية، فيأمل المرء من كل المؤسسات والأديان أن تقوم بخطوات في هذا المجال.
وشكرا للمتابعه.